هالكلمه؟ بصراحه ما عمري سمعت فيها. انه ما بجاوب، انه يعني بضلني ماشي. بتوقع انه لازم استجيب شوي معه عشان ما يكونش حاطط انه انا شخص عامل شيء. انا بقولهم انه يعني هذا مش حق انت تقطع، يعني تاخذوه انت، يعني هو مش مسوي شيء. نحاول نبعد عنه شوي، نهرب، يعني اي طريقه باي وسيله نهرب. لا ما عم سمعت. نروح وراهم ممكن، يعني ما عم جربت هالموقف. بعدين تبي تحكي بطلب السبب، إذا حسيت أنها تخدني شو بعمل؟ ولا بحكي تليفون، من حقك تعمل تليفون. البنات يلي بتبلغش لسه تحت ال 18 سنة، أول إشي بطلب جندية، لأنه أنا بعرف إنه حقوق، إنه القانون بيحكي إنه ممنوع إنه جندي يفتش بنت. كنت مروح على البيت وأنا في الطريق، كان في مواجهات في البيرة ووقفوني الجيش وبدهم يفتشوني. أجوا قاعد بيحكي معي بده يفتش الشنطة، حكيت له ممنوع، لازم تيجي مجندة تفتشني عشان هاي من حقوقنا، وصار يحكي لي فيش مجندة وبعدها تركني. إنه ممنوع إنه أي إشي سألوني إياه بالعبري أو الإنجليزي أضلني، حتى لو إني أنا فاهمة مش لازم إني أحكي. بقرأ كل الأشياء، إذا كان في فراغ لا بيكون أمرات إنه ورقة نصها بعدين نصها بيضة وتوقيعي تحت، فممكن إنه هم ياخذوا، ممكن إنه هم يزيدوا على الأبيض. فأنا أول شيء ما بوقع، بس إذا أجبروني إنه أوقع بوقع وبملي كل الفراغات البيض عشان إنه ما يحاولوا هم يزوروه أو يحطوا كلام زيادة. الطفل أو القاصر أو القاصرة اللي تحت 18 سنة، هو الشخص اللي عمره تحت 18 سنة. أول شيء لازم تكون جندية اللي جاي تعتقلني، والمفروض إنه يحكي لي من هو، من أي جهة جاي، وليش، شو سبب اعتقالي. إذا حكى معي في لغته أحكي له أنا مش فاهم عليك، لو كنت عارف. ولازم يكون من أي جهة، من هم يعتقلوني على أنا سجان. أول إشي بتصل، أخذ إنه أتصل على أهلي علشان يدبروا المحامي. بالعلم وبالتعاون، إنه كلنا لازم نتحد مع بعض عشان نحرر وطننا. أهمية المحاضرات هاي توعية الأطفال لحقوقهم، كيف يتعاملوا مع الاعتقال. إحنا طلابنا غالبيتهم بيتعرضوا لاحتكاك مباشر أو غير مباشر مع الاحتلال، ومهم جدا إنه يكون في وعي تام لحقوقهم وكيف يتعاملوا في أي لحظة من اللحظات اللي ممكن يتعرضوا فيها للعنف من قبل الاحتلال. محاضرات هاي إنه إحنا نغطي جميع طلاب مدارس الضفة، يكون في وعي وينحكى مع الأهالي، ويكون في باستمرار بوسترات ونشرات تتوزع على الطلبة وأهاليهم عشان يكون في وعي لهاي الأمور. كان في معلومات اللي هم ما بيعرفوها، جزء منهم صار في عندهم وعي لها ومعرفة فيها.